السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ومعكم محمد الحميلي، ومع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي، خط النسق. هنكتب مع بعض آية كريمة من القرآن الكريم، وبعد ما هنكتبها هنشوف ميزان وتقنين هذه الآية حسب القواعد النسخية المتبعة. ما نستعجلش ونتابع الحلقة للنهاية عشان نستفاد. وقبل ما نبدأ أتمنى من حضراتكم الضغط على زر إعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمن يشاهد القناة لأول مرة. يلا بينا نبدأ على بركة الله. نلاحظ يا جماعة طريقة سير القلم أثناء الكتابة زي ما احنا ذكرنا لحضراتكم سابقا. إذا جاء نصر الله والفتح. هنشوف مع بعض تقنين وميزان هذه الآية الكريمة. عارفين حرف الألف يا جماعة، احنا قلنا الارتفاع بتاعه 5 نقاط بحجم القلم الذي تكتب به،
تمام، ومن أعلى بيكون ماء الجهة اليسار قليلا. حرف الذال الارتفاع هذا الجزء بيكون نقطتين، وراعي وأنا بنزل قلنا بلف إيدي بالقلم بحيث يديني من أسفل يكون إيه رفيع، وهو بيكون في ميل مقدار إيه مقدار نقطة. وأسفل الحرف الجزء ده باخده بعرض القلم، هنا في شايفين صعود خفيف ثم نزول بهذا الشكل، يعني تكاد لا يكون ملحوظة، والطول بتاعها بيكون هنا المسافة يعني نقطتين، وفي الداخل هنا بتشيل مقدار إيه مقدار نقطة. وضعنا الألف على نهاية الذال، تمام، وكذا سبنا مسافة، نراعي المسافات بين الحروف وبين الكلمات يا جماعة. حرف الجيم إذا أتى وراء حرف من الحروف الصاعدة مثل إيه؟ مثل الألف، اللام، الكاف، الدال، كل هذه الحروف حروف صاعدة أو نبرة، يبقى رأس الجيم بنعمل لها إيه؟ بتغلق رأس إيه؟ رأس الجيم، خلاص؟ والمسافة بتاعتها هنا بتكون كام نقطة يا جماعة؟ 4 نقاط، تمام؟ وفيه كده لو عملنا خط هنلاقي هنا في نزول مقدار نقطة، وأسفل الحرف هنا بيكون في إيه؟ في أيضاً فراغ مقدار إيه؟ مقدار نقطة. الفراغ الداخلي هنا بيكون يعني فراغ ضيق بعض الشيء، وبيكون شبيه فتحة بياض إيه؟ عين الإنسان، وبيكون أقل من إيه؟ أقل من نقطة. هنا سيبنا مسافة يعني من نص نقطة لنقطة، وصعدنا وعملنا الألف. الألف إحنا قلنا المنتهي الطول بتاعها بيكون كام يا جماعة؟ بيكون 6 إيه؟ 6 نقاط بحجم القلم الذي تكتب إيه؟ تكتب به، تمام؟ من أعلى إلى إيه؟ لأسفل. وممكن أعمل له حلية ناحية اليمين، أو أتركه بدون حلية سيان، أو أعمل له برضه ترويسة للخلف، كله إيه؟ كله سيان. هنا عملنا الهمزة زي رقم 2، تمام؟ وأجي من تحت وأعمل له خط أفقي بيكون مائل إلى إيه؟ إلى أسفل. نصر، النون هنا في مقدار نقطة، بعد كده نزلنا، النزول بتاعنا في دوران خفيف بنزول، وسيبنا مسافة نقطة بين النون وبين الصاد، صعدنا بالصاد، الجزء ده بيكون هنا 3 نقاط، تمام؟ وبعد كده هنا بعمل في مقدار نقطة، وبنزل كأني بعمل حرف الباء، وأخذ وأصعد، وعملنا إيه؟ سنة الصاد، ومشينا هنا مقدار الجزء ده كده مقدار نقطتين، وخلي بالك شايف في إيه؟ في ميل لأسفل في النهاية، وعملنا حرف الراء، حرف الراء طبعًا بدون إيه؟ بدون سنة الراء، هنا بيكون فيه نزول مقدار نقطتين، ولو عملنا كده خط هنلاقي هنا في ميل مقدار إيه؟ مقدار نقطة، وإحنا قلنا الراء الجزء ده برسمه بيكون بسمك أقل من إيه؟ من سمك القلم الأساسي، وبيكون في الداخل هنا في 3 نقاط المسافة بتاعتها، ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا في إيه؟ في ربع نقطة كده فراغ نتيجة إيه؟ نزول بدوران، والجزء الأخير بنرسمه رسم بسن القلم. الألف برضو في لفظ الجلالة هنا 5 نقاط، وأيضا في ميل من أعلى جهة إيه؟ جهة اليسار. اللامات طبعا بتكون أقل في الارتفاع، بيكون مقدار هذا الجزء 3 نقاط يا جماعة، وطبعا برضو بيكون في أعلى ماء الجهة اليسار، وأخذ من هنا وأصعد، الصعود بتاعي هنا في صعود حاد شوية، هنا في مسافة نص نقطة تقريبا، وبعد كده هنا بقى أخذنا نزول ومشينا في دوران خفيف، المسافة هنا بتشيل مقدار نقطة، وبعد كده صعدنا، الصعود بتاعنا هنا في اتجاه ميل ناحية إيه؟ ناحية اليمين. وألاحظ هنا في إيه؟ في نزول، الجزء ده بيكون مرتفع عن إيه؟ عن الهاء. الهاء بتاعتنا خدنا وصعدنا، الجزء ده بيكون مقداره نقطة، وهنا أيضاً بيكون في مقدار نقطة، والجزئية دي بيكون في مقدارها إيه؟ نقطة. والفتح حرف الواو، رأس الواو يا جماعة نقطة، ولف منها وأطلع، وأنزل بعد كده كأني بعمل حرف إيه؟ حرف الراء. أخذ بالي بس هنا الجزئية دي هنا الصعود بتاعنا بيكون صعود دقيق، يعني اخذ بالي ان الحبر ما يكون زايد معاك اثناء الكتابه. طيب راس الواو الجزء ده بيكون ايه نقطه ونصف، وايضا الجزئيه دي نزولها بيكون نقطه ونصف، ونزول جسم الواو بيكون ايه نقطتين وميل نقطه، لانه هو حرف الراء ونفس ابعاد حرف الراء. الفتح ادي الالف 5 نقاط، تمام، وبعد كده عملنا اللام، سيبنا مسافه نقطه ونص بين الالف واللام، واللام هنا عملنا اقصر شويه، ليه؟ لان في حروف مركبه هتكون تحتيها، تمام؟ فعملنا حرف الفاء، الفاء الجزئيه دي هنا بتكون مقدارها نقطتين، والاحظ انها مايله جهه اليمين من اعلى، وبعد كده صعدنا ونزلنا، الجزئيه دي هنا مقدارها 3 نقاط، تمام؟ ودي حرف التاء،
وتحت حرف التاء حطينا رأس الجيم، وفي مسافة نقطة بين التاء هنا الفراغ ده، وبعد كده عملنا الجيم بتاعتنا. ألاحظ إن حرف الجيم يا جماعة كده لو عملنا خط وخط هنا أفقي، هنلاقي الجزء ده يشيل مقدار نقطة وهنا في مقدار نقطة، واحنا عارفين طبعا حرف الحاء أو الجيم الجزئية دي هنا في ميل وهنا في ميل، ولو عملنا خط كده هنلاقي الشكل مثلث، الشكل ده يشيل لي حرف ألف وهنا في خروج مقدار إيه من نقطة ونص لنقطتين. انتهينا مع حضراتكم من درس اليوم، درس بسيط أتمنى من حضراتكم تكتبوه وتحاولوا، يعني في صعوبة هتلاقيها في اتصال حرف الجيم مع الألف، وهنا الصاد يعني مع الراء، والفاء مع التاء مع الحاء، وإحنا درسنا الكلام ده كله سابقا في تمارين ودروس سابقة. في نهاية الدرس أتمنى من حضراتكم لا تبخلوا علينا بعمل إعجاب لهذا الفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وألقاكم على خير مع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.